الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد روي عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام أنه قال فيما قاله لهشام: يا هشام، لا دين لمن لا مروءة له، ولا مروءة لمن لا عقل له، وإن أعظم الناس قدرا الذي لا يرى الدنيا لنفسه خطرا، أما إن أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجنة، فلا تبيعوها بغيرها. فلا تبيعوها بغيرها.